بوليود مطعم بنكهة فنية يطلق خدمته لعشاق الطعام والفن والباحثون أيضا عن الفرجة والمتعة على حد سواء في مدينة زينت ليلها صور وأضواء أعادت الحياة الثقافية للعائلات الوهرانية. لدينا مطعم جديد بوهران افتتحناه في جانفي من هذه السنة. الديكور كله استخدمناه من الهند. كنت بالجزائر العاصمة لكن انتقلت إلى وهران التي أعجبتني كثيرا. في هذا المطعم يمكنك برفقة العائلة الأقارب أو الأصدقاء أن تقف على خشبة المسرح لتقدم عرضا غنائيا تلقائيا غايته ليست الشهرة وكسب المال بل التغيير وكسر روتين الحياة اليومية. On essaie de reprendre le mode de vie des Oranais avant parce qu'avant il y avait de la vie les gens vivaient ils aiment vivre. Et on a appris, on essaie de reprendre comme avant. Autre chose, اللي ما نعرفهمش حنايا هنا كاع في الجزائر سي ايبيسي غادي تذوقوا واحد لي زيبيس جامي دوقتكم دوقتوهم في حياتكم دونك بيانفينو شينو يا لو كاوكي اوسي كاوكي انيمي بار ميشيل انيمي بار مسيو ميشيل اي مسيو كاريم اوسي. هي افكار بسيطه تعيد الحياه الثقافيه للعائلات الجزائريه. فكان عنوان اللقاء بوليود جلسة فنية ثقافية تغنيك عن التفكير بالسفر إلى الخارج بغية الترويح عن النفس.